ليش تقول لا تطلعنا باللوك هذا؟ خلاص حرقت اللوك. ليش؟ لأنه والله تعبنا فيه أبو. تعبتوا فيه؟ من أعطاكم اللوك هذا؟ منه؟ الله يبيض وجه أبو المعاذ. من بعد؟ أشكر كل الشكر لأخوي سعود بن جابر الجوزة. نعم. الله يبيض وجهه أبيض السحاب. وجهك نيابة عنه. رغم أنه ما هو معنا في القطلع لكنه يقوم ويطيح معنا ويتعب معنا. الله يبيض وجهه أبيض السحاب. ويقول دقيقة أنا عندي لقاء احترم نفسك. يقول أنا صحت من الفرقة وعز الله أنها جات ويسعد عين ما تفارق حبايبها يحل الفراق وتنتهي أجمل لحظات بقصد الذكرى يعانق جوانبها. أشكر أخوي سعود.